إيه مرحبا، بتمنى لكم بصحة وعافية. اسمي فادي سكران ورح نتعلم مع بعض اللي اسمه المستهدف. طبعا نقسم الحصة على قسمين، خسارة رح نحكي عن بعض الأمور اللي تتعلق في القوة الكهربائية أفعال المستحدثة في حياتنا اليومية. رح نحكي عن بعض التجارب والاكتشافات للعالم فاردي اللي طبعا درس هذا الموضوع وحط الأسس تاعته، ورح نعطي مثال لعمود موصل بيتحرك في حقل المغناطيسي بمدينة نيروس الأسس الفيزيائية تتعلق في هذا الموضوع. بداية بعض الأمور اللي موجودة في حياتنا اليومية تتعلق في القوة الكهربية الدافعة المستحثة. على اللي صار في الصورة بتاعت اللي الدراجة بنشوف المولد الكهربائي اللي يسمى بالدينامو. هذا الدينامو عبارة عن طبعا تحريك مغناطيس في داخل ملف، وبمكننا نحصل على تيار كهربائي من خلاله نقدر نضيء الإضاءات أو نستعمل أي شيء آخر، فتوليد تيار كهربائي من خلال الدينامو. في الوسط شايفين توليد الكهرباء وتوصيله لأماكن بعيدة من خلال ما يسمى المحولات، وطبعا هذا ما بنتج عنا بدون ما نستعمل الأسس الفيزيائية لتعلق في القوة الكهربية الدافعة المستحثة. على اليمين في عنا صورة الشاحن عمليا اللي نستعمله خاصة في شحن الأجهزة الكهربائية مثل الهواتف أو ما يسمى بالمحول الكهربائي. نحصل على توتر أقل من 220 فولت، ونستعمل حتى نشغل الأجهزة اللي ما بتحتاج لل 220 فولت الموجودة عندنا في شبكة الكهرباء اللي في المنازل. طبعا في هناك أمثلة إضافية كثيرة اللي تتأسس في الأساس اللي على القوة الكهربائية الدافعة المستحثة وقوانين فاردي زي ما حكيت. الآن شو احنا بنعرف من ناحية المغناطيسية وفي الفصول السابقة اللي تعلمتوها؟ نعرف أولا أنه إذا في عندنا شحنة كهربائية تتحرك في حقل المغناطيسي، فهذه الشحنة راح تتأثر بقوة مغناطيسية معامدة على السرعة. إذا هذه الحركة كانت في سرعة V، إذا هاي الشحنة تحركت بسرعة V بشكل معامد للحقل المغناطيسي B زي ما تشوف في الصورة في المركز، فهذه الشحنة إذا كانت موجبة طبعا ستتأثر بقوة مغناطيسية اتجاهها الأعلى. طبعا اتجاه القوة المغناطيسية بنحددها حسب قانون اليد اليمنى، ومقدار القوة المغناطيسية اللي تأثر في هذه الشحنة عبارة عن حاصل ضرب الشحنة في السرعة في الحقل المغناطيسي وسينوس ألفا إذا لم تكن الزاوية بين السرعة والحقل 90 معامل. الآن تعلمنا أيضا أنه إذا في عندنا سلك كهربائي أو سلك موصل يمر فيه تيار، هذا التيار ينتج حقلا مغناطيسيا حول السلك. هذا الحقل المغناطيسي الناتج بتعلق تعلق طردي بمقدار التيار. زي ما أنتم شايفين في المركز هنا عندنا سلك يمر فيه تيار، وفي عندنا خطوط الحقل المغناطيسي حوله اللي هي عبارة عن خطوط مغلقة دائرية حول هذا السلك. طبعا أيضا هنا اتجاه الحقل الناتج عن التيار بتحدد وفق قانون اليد اليمنى اللي بنستعمله لتحديد اتجاه الحقل المغناطيسي لسلك مور في تيار زي ما انتم شايفين. الان شو بنعرف في حال هسه؟ بنعرف في البدايه انه تيار كهربائي او بكلمات اخرى حقل كهربائي متغير بالزمن ممكن انه ينتج عندنا حقل مغناطيسي. اذا التيار كهربائي ينتج حقل مغناطيسيا. والان سنتعلم عمليا الفصل بيعطينا الشيء المعاكس. حقل مغناطيسي متغير بالزمن ينتج تيارا كهربائيا مستحثا. عمليا احنا نحكي عن توليد تيار كهربائي مستحث من خلال استغلال حقل مغناطيسي متغير بالزمن. بعض التجارب والاكتشافات اللي فرضي عمليا او العلماء اللي تاسسوا او اللي درسوا هذا الموضوع قاموا فيها حتى نفهم أسس الموضوع. طبعا هذه التجارب هي براهين على حكيناه سابقا. على اليمين في عندنا صورة اللي فيها ندخل مغناطيس إلى داخل بعض الحلقات، وإدخال هذا المغناطيس إلى داخل الحلقات ينتج تيارا كهربائيا زي أنتم شايفين في الأمبيرميتر الموصل. انتبهوا إنه هذه الحلقات غير موصلة بمصدر جهد. التيار اللي نتج هو فقط ناتج من بسبب إدخال إدخال المغناطيس في داخل هذه الحلقات. في أسفل الصورة شايفين إشي مشابه، ولكن الآن عم نخرج المغناطيس من هذه الحلقات باتجاه معاكس. برضو في هاي الحالة حصلنا على تيار كهربائي في هذه الحلقات.
الصورة على اليسار هي عملية تجربة أخرى اللي بتعطي نفس النتيجة. في الصورة اللي على اليسار شايفين أن هنا سلك اللي عم يدخله بين أخطاب مغناطيس حضوة حصان، وطبعا هذا السلك غير موصل بمصدر جهد كمان مرة، هذا مجرد سلك موصل ندخله بين أخطاب المغناطيس حضوة حصان، وإدخاله في هذا الشكل ينتج أيضا طيارا في داخل هذا السلك. الصورة طبعا الصفرية عم نخرج السلك باتجاه معاكس، وأيضا في هذه الحالة عم نحصل على طيار كهربائي اللي بمر في هذا السلك. إذا لحد الآن تعطى نلخص شو حكينا. حكينا إنه إذا عندنا سلك متحرك وهذا السلك موصل يقطع خطوط حقل مغناطيسي معين وبشكل معامد لهذه خطوط الحقل، ينتج فيه طيار. هذا الطيار الكهربائي يسمى طيارا مستحثا، لأنه هاي الطيار غير ناتج عن توصيل السلك بمصدر جهد مثل البطارية، إنما مستحث من خلال وجوده في حركة في داخل حقل مغناطيسي. الآن هذا الطيار المستحث بتعلق في عدة أمور. بالبداية طبعا بتعلق بسرعة تحريك السلك، ويتعلق أيضا بشدة الحقل المغناطيسي، وسنتعلم أيضا أنه هذا الطيار المستحث بتعلق أيضا في طول السلك. طبعا إحنا في هذا القسم نعطي تفسير أساسي للقوة الكهربية الدافع المستحثي والطيار المستحث، ولكن ممكن تطوير هذا التفسير بأمور عامة أكثر لاحقا. إذا شو استنتاجاتنا أيضا؟ نستنتج أنه من هاي التجارب طبعا أنه كلما كان طول السلك المتحرك داخل الحقل المغناطيسي أكبر، وهذا أكثر صحيح لتجربة تحريك سلك بين أقطاب مغناطيس حضوة حصان. إذا نعرف أنه كلما كان طول السلك المتحرك داخل الحقل أكبر، كلما كان التيار المستحث الناتج أكبر. من ناحية أخرى، كلما كانت شدة الحقل المغناطيسي أكبر، كلما كان التيار المستحث الناتج أيضا أكبر. والنقطة المهمة جدا اللي يمكن انتبهتوا لها في الرسومات السابقة، أنه إذا تغير اتجاه الحقل المغناطيسي تغير اتجاه السلك داخل الحقل المغناطيسي، فشفنا أنه بتغير اتجاه التيار المستحث الناتج، وهذه طبعا معلومة أو حقيقة مهمة جدا بالنسبة للاتجاهات. الآن في عندنا حكم حوسبي اللي بتعرض بعض التجارب السابقة ولكن بشكل جميل. ممكن ننتقل لموقع فيت، وهذا الموقع بمكننا نعمل بعض التجارب المحوسبة اللي نعرض فيها هاي التجارب. بدي أنتقل معكم لموقع فيت، وممكن الرابط تحصلوا عليه في الشريحة في أو في الشريحة في الشرائح المتقدمة في الحصة. وبشكل شخصي تقدر تفوتوا على موقع فيت وتسألوا لهذه السيمولاتيا أو هذه المحاكاة. نشوف في عندنا هنا نفس الشيء زي التجربة اللي عرضتها سابقا. في عندي هنا بعض الحلقات وموصلي طبعا في مصباح وأمبير متر أو فولت متر زي ما انتم شايفين هنا. عندي هنا المغناطيس، انتبهوا إذا أنا بدخل المغناطيس حصلنا على طيار، إذا بخرج المغناطيس حصلنا على طيار أو فرق جهد بين هاي الأقطاب أو زي ما قسناه في الفولت متر. وشفتوا أيضا أن المصباح أضاء. يعني في نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها، أنه التيار اللي نحصل عليه المستحاث بحصل فقط أثناء تحريك المغناطيس. لما المغناطيس بتحرك في عندنا التيار، في اللحظة اللي بوقف فيها المغناطيس عند الحركة بتوقف التيار. إذا هذا الإشي له علاقة في تغير الحقل أو في تغير الحقل طبعا في الزمان أو في تحريك الجسم الموصل في داخل الحقل المغناطيسي. طبعا إذا بغير الاتجاه أو أخطاب المغناطيس بحصل أيضا على تيار باتجاهات معاكسة للي حصلنا عليها في المرات السابقة. هذا كان عرض سريع التجارب اللي حكينا عنها مسبقا، والآن نحاول ندخل على بعض الأسس العلمية والحسابات اللي تتعلق في هذا الموضوع. الآن حتى نقدر نعمل تحليل علمي متكامل، نبدأ في مثال بسيط اللي فيه إحنا بنحرك عمود موصل طوله L ونحركه في داخل حقل مغناطيسي شدته B، وهذا العمود نحركه بسرعة V بشكل معامد لخطوط الحقل المغناطيسي زي ما أنتم شايفين بهاي الصورة. الآن إحنا بنعرف كيف حكينا مسبقاً إنه هذا الجسم الموصل يحتوي إلكترونات حرة، وهاي الإلكترونات عندما تتحرك في داخل الحقل المغناطيسي
تشعر بقوة. هذه القوة حسب قانون يد اليمنى اتجاهها طبعاً إلى أسفل. بهذه الحالة طبعاً الإلكترونات تبدأ بالاندفاع باتجاه الأسفل إلى جزء السفلي من هذا العمود الموصل. مقدار القوة المعاصية اللي تشعر فيها الإلكترونات هو عبارة عن حاصل ضرب شحنة الإلكترون ضرب السرعة ضرب الحقل المغناطيسي، بهذه الحالة طبعاً معامد، ونحصل على E ضرب V ضرب B. إذن عملياً هاي المرحلة الأولى من تحليلنا العلمي. الآن الإشي الثاني، طبعاً الإلكترونات تندفع إلى أسفل وبتبدأ تتجمع في الجزء السفلي من العمود، ونحصل على إيش بهالحالة في داخل العمود؟ على فصل للشحنات. إذا تتحقق إنه في الجزء السفلي بصير عندنا فائض من الشحنات السلبي، وفي الجزء العلوي عندنا فائض من الشحنات الموجبي. هذا الفصل اللي نسميه استقطاب عمليا بيعطيني فرق جهد بين الجزء العلوي من العمود الموصل وبين الجزء السفلي من هذا العمود الموصل. هذا الاستقطاب او هذا فرق الجهد اللي بنحصل عليه بسبب تجمع الشحنات على اقطاب هذا العمود الموصل طبعا بيشبه المصدر الجهد، بحيث انه حسب المثال اللي اخذناه الشحنات الموجبة تتجمع الأعلى، الشحنات السالبة تتجمع الأسفل، وهذا عملياً أول تشبيه لما يسمى مصدر الجهد اللي إحنا راح نحاول نحسب مقداره كمان شوي في القسم القادم. الآن بدي أعطي مهمة للطالب قبل ما نستمر في الجزء الثاني من الحصة. في واحدة من التجارب المحاسبة اللي عرضتها بينت كيف نحصل على تيار عند تحريك مغناطيس في داخل حلقات. والآن إذا بتدخل على نفس الموقع، موقع فيت، وبالذات بالرابط على الشاشة، بإمكانكم تفتحوا محاكاة أخرى اللي فيها عدة إمكانيات زي ما تشاهدون في المنيو اللي موجود في أعلى الشاشة. تنقلكم في هذه الصفحات بمكنكم تعملوا بعض التجارب المحوسبة حتى تدرسوا بشكل أعمق موضوع حصول على طيار مستحث زي ما حكينا سابقا وفي هيئات مختلفة. بتأمل تدخلوا لهذا الرابط تستمتعوا في التجارب المحوسبة وتفهموا أكثر عمياً التجارب البسيطة الموجودة فيها وكيف ممكن استغلال هذه الخاصية لحصول على طيار مستحث واستغلاله في الحياة اليومية. شكراً لحضوركم ولسماعكم ونلتقي في القسم الثاني من الحصة.